مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة من الصحافة اليوم، وجولة صحفية جديدة نتناول فيها بالقراءة والتحليل أهم العناوين والأخبار الصادرة اليوم في العدد الجديد لجريدة الوفد بصحبة الأستاذ محمد زكي نائب رئيس تحرير جريدة الوفد. أهلا بحضرتك معنا أستاذ محمد. أهلا بك وبالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. الحقيقة معنا موضوعات متنوعة وتحقيقات مفصلة ومختلفة، ولكن البداية هتكون من الصفحة الثانية وهذا التقرير والمتابعة عن زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز بالأمس إلى مجلس النواب وإلقاء الكلمة هناك، ونقرأ هذا العنوان: طالب فيها بتوحيد الجهود لمواجهة التطرف والإرهاب، كلمة تاريخية للملك سلمان أمام مجلس النواب. أستاذ محمد، يعني كلنا تابعنا بالطبع هذه الزيارة التاريخية لمجلس النواب، وهي أول زيارة لملك من السعودية لمجلس النواب والكلمة التي ألقاها هناك، فكيف تقرأ هذه الزيارة التاريخية لمجلس النواب؟ أولا عايز أؤكد على عمق العلاقات المصرية السعودية، ودي أول زيارة لملك سعودي في برلمان الشعب اليوم في مجلس النواب، وفي يعني في جلسة استثنائية تاريخية ألقى فيها كلمة حث فيها على عمق هذه العلاقات المصرية السعودية. لا شك إن إحنا عارفين كويس قوي إن إحنا هناك تحالف إسلامي عربي بين مصر و 34 دولة بما فيهم العربية السعودية. الملك سلمان ابن عبد العزيز العاهل السعودي وخادم الحرمين الشريفين ألقى هذه الكلمة ليؤكد يعني أهمية التضافر الجهود الدول الإسلامية العربية زي ما أنا قلت في بداية كلامي، وده تأكيد على أن العلاقة المصرية بعد الثورة بالذات المصرية السعودية عميقة ومتينة بغض النظر عن الشوائب التي تتردد في الشارع المصري. هناك بعض الأقاويل والكلمات احنا مش هندخل فيها، ولكن يعني هي كلمة تاريخية وتأكيد على توحيد الجهود ما بين الدول الإسلامية، وهو حث فيها لا شك أن العربية السعودية تقوم وستقوم إن شاء الله بدعم مصر بعد ثورتي 25 وأيضا 30 يونيو، دعم مصر وإقامة مشروعات واستثمارات لصالح البلدين. طيب كيف ترد هذه الزيارة وزيارة الملك سلمان بشكل عام إلى مصر وليس فقط إلى مجلس النواب على الشائعات المغرضة التي كانت تروج لأخبار كاذبة عن علاقات، يعني في مشاكل في العلاقات بين مصر والسعودية في الفترة الأخيرة؟ أولا مش عايزين نقول في مشاكل، ولكن هناك في يعني عايزين نقول وأكد على شيء، هناك من يصطاد في الماء العكر، هناك يعني جهات أو أشخاص أو تنظيمات بتحد من العلاقة بين مصر والسعودية وبتروج الشائعات. من أخطر الحروب حروب الجيل الرابع هو الشائعات، هو ده الحرب الجيل الرابع، وده بيؤكد على أهمية إن احنا كمصريين نبتعد تماما عن هذه الحروب التي تهدد على الأقل الأمن الاقتصادي وأيضا الأمن الداخلي لمصر أو الأمن العربي العربي. احنا ما فيش شك ان الشعب المصري الشعبين المصري والسعودي في توحد تماما لمواجهه اي خروج على يعني ضد الارهاب وخروج على اي شرعيه دوليه، وبالتالي كل ما يروج الان من شائعات بعيده كل البعد عن ما يحدث على ارض الواقع، ولكن احنا اذا لو تحدثنا نتحدث بالمستندات والوثائق، فالشعب المصري حريص على عمق العلاقات المصريه السعوديه. أكيد. إلى الصفحة الرابعة ونقرأ هذا العنوان حول تقرير عن الجدل الدائر بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود المائية بين مصر والسعودية حول جزيرتي تيران وصنافير، ونقرأ: تيران وصنافير تفجر الخلاف حول حلايب وأمر شراش. أستاذ محمد، يعني كلنا تابعنا أيضا كلام الخبراء والوثائق التاريخية التي تؤكد أن هاتين الجزيرتين هما بالطبع جزيرتين سعوديتين، ولكن ربما يعني الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي يقول عكس هذا الكلام، فكيف ترد الوفد من خلال هذا التحقيق وكلام الخبراء في هذا التحقيق المفصل على هذه الشائعات وتؤكد أن هاتين الجزيرتين هما بالطبع ملك للسعودية؟ الوفد لا تتحدث بالكلمات ولكن تتحدث بالوثائق، والخبراء هم يملكون هذه الوثائق وهذه الحقبة التاريخية من خلال يعني الوثائق التي لدى الجميع.
كل إذا كان هناك تشكيك في هذه الوثائق هناك جهات معينة نلجأ لها، هناك تحكيم دولي للقصة دي. ولكن العربية السعودية تمتلك الوثائق التي تؤكد ملكية صنافير وتيران لهذه الجزيرتين. لا شك إن مصر حريصة كل الحرص، والرئيس السيسي حريص كل الحرص إنه ما يفرطش في قطعة أرض المصرية، وبالتالي نتحدث بالوثائق والخبراء هناك. كان فاكرين هناك زمان كان عندنا طابة، مشكلة طابة، ولكن التحكيم الدولي أكد إنها ملكية أو خاصة تحت السيادة المصرية، والحمد لله استردينا طابة. لا شك إن هذا بالوثائق يبقى تبع المملكة العربية السعودية بالوثائق. ولكن ما يروجه جمهورية الفيسبوك الآن وحلفاء الفيسبوك بعيد يتحدث في مكان يعني مظلم دون أن يمتلك الوثيقة، هو كلمات فضفاضة بعيدة عن الوثائق. كل من يمتلك هذه الأرض وهذه الجزيرتين يمتلك الوثائق يعرضها للعالم كله، وبالتالي احنا بنؤكد ان دي يعني جزيرتين سعوديتين وما فيش شك في القصة، ولكن على الطرف الآخر أن يقدم العكس هذا الدليل. ده يؤكد على أهمية العلاقة المصرية السعودية، وإحنا لن نفرط في قطعة أرض واحدة أو في شبر واحد من أرض مصر. القيادة حريصة، القيادة السياسية حريصة على هذا النقطة. بنقول للشعب المصري القيادة السياسية حريصة عدم التفريط عن قطعة أو جزء من أرض مصر سواء داخل الحدود في حدود السيادة المصرية. أكيد. طيب بنستغل هذه الفرصة ونحن نتحدث تاريخيا عن هاتين الجزيرتين، يعني نوضح للمشاهدين أصل الوجود المصري هناك تاريخيا وأسبابه، وأنه بالطبع كان بطلب أيضا من السعودية في ذلك الوقت. عايزين نرجع للتاريخ، والتاريخ مسجل. احنا لا نتحدث بالكلمات. هي سنة 1950 الملك عبد العزيز آل سعود ادى لمصر، لأن ما فيش سيطرة سعودية بحرية على هذه النقطة، وبالتالي حدثت الحروب بين مصر وإسرائيل في 56 في حرب الاستنزاف، وأيضا في 67، ومصر كان مهيمنة عليها على أساس أن هي تأمنها وعلى أساس الهيمنة العسكرية في هذه المنطقة، ولكن إسرائيل احتلتها في بعد هذه التوقيت، وجاءت اتفاقية كامب ديفيد في 82. كان هناك اتفاقية أكدت على أن هي تابع، يعني بيقولوا أن هي تابع السيادة المصرية، ولكن هي ملك أو تدخل في السيادة السعودية، والوثائق تؤكد ذلك. هي ده اللي حصل فيها خلط ما بين إزاي تدخل في اتفاقية كامب ديفيد وإزاي هي كان السعودية، ولكن هي الحقيقة والدلائل والوثائق تؤكد هذا الكلام، تبعيتها للسيادة السعودية. إذن هنا لا يمكن الربط بين يعني حال هاتين الجزيرتين والمقارنة بحلايب وشلاتين مثلا كما يحاول البعض أن يستغل ذلك. عايزين نؤكد على حاجة، حلايب وشلاتين مصرية 100%. مش عايزين نتكلم في هذا الموضوع، لأن مصرية تحت السيادة المصرية، والدلائل والوثائق والتاريخ بيؤكد ذلك، ومن يشكك في ذلك عليه اللجوء في الأماكن المغلقة المظلمة. لا يمكن المقارنة هنا، يعني ما فيش مقارنة خالص بين هذه الوقعة وأيضا حلايب وشلاتين أبدا، لأنها بعيدة كل البعد عن ما يروجه البعض أو يدخل السافين في هذا التوقيت القاطئ أو التوقيت المهم في عمر الوطن. أكيد. والحقيقة يعني هذا التقرير يضم آراء الكثير من الخبراء الذين يمكن الرجوع إليهم بالطبع للتأكد من كل هذه المعلومات التاريخية. إلى الصفحة الأولى، وهذه المرة تقرير عن مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، ونقرأ: إيطاليا لا تملك دليلا ضد مصر في مقتل ريجيني. أستاذ محمد، يعني طالما أنه ليس هناك دليل ضد مصر لإدانتها، فلماذا تصر إيطاليا على التصعيد لكاه مصر؟ أولا عايز أؤكد أن كان في وفد بيضم أيضا من النيابة العامة وأيضا وفد من الأمن المصري، كانوا في زيارة خاطفة لروما للتحدث مع نظيرهم في هذه القضية. يبدو أن الموضوع وصل إلى مرحلة اللاممنوع، الممنوع، وحصل نوع من الجدال، فرجع الوفد وطلع
النائب العام أو النائب العام المساعد تصريحات مهمة، وقال لم نتوصل إلى حقيقة هذه القضية ولكن خيوط القضية لا زالت في زمام التحقيقات. هناك طلب كان غريب جدا من الجانب الإيطالي أنه عايزين حوالي كل المكالمات التي تمت في محيط منطقة الدقي، هو بتزيد عن مليون مكالمة. ده بيؤكد على أن هذا الكلام مخالف للقانون والدستور، للاعتداء على الحريات الشخصية، ومصر حريصة على الحريات الشخصية. لقد مطلب غريب جدا من الجانب الإيطالي. عايز أسأل وتساءل هنا، لماذا هذه القضية؟ احنا عندنا مصريين هناك نفس الموضوع، ولكن لم نصير هذه القضية وتركنا للقضاء الإيطالي في هذه المهمة. يعني لماذا تتخذ أبعاد سياسية؟ نعم، يعني وصلت لأبعاد سياسية. احنا بنؤكد على أن مصر يعني ذات سيادة، وبالتالي تقضى. احنا عندنا كان عندهم فريق من الجانب الإيطالي بيتعاون مع الفريق المصري. احنا ما فيش ممانعة، ولكن وصولا إلى خيوط لهذا الحقيقة، ربما الأيام القادمة أو الساعات القليلة القادمة هناك خيوط، نتوصل إلى خيوط جديدة في هذه القضية الغامضة. احنا مش عايزين نتهم جهة ونترك جهة الأخرى، ولكن التحقيقات ربما تتوصل إلى الجاني الحقيقي لهذه القضية التي صبغت بالسياسيا من جانب السلطات الإيطالية. طيب ما هي سيناريوهات الحل المتوقعة قريبا يعني؟ لا، هذه القضية بص هروح، احنا قدمنا بعض المتهمين او قيل ان احنا قدمنا بعض وبعض المستندات، ولكن لم يقتنع الجانب الإيطالي. اعتقد السلطات المصرية لديها الحنكة في هذه القضية لتؤكد العالم بالدليل كيف قتل هذا الشاب الإيطالي ريجيني، بالدليل ان هناك ادله. اذا كان هناك الجانب الايطالي لم يقتنع بالادله المتوفره الان لدى الجهات الامنيه او الجهات التحقيقات، فده هذا شانهم. ولكن هناك مزيد من الوثائق، يعني مزيد من الحقائق حول هذه القضيه التي شغلت الجانب الايطالي بطريقه انا لحد دلوقتي مستغرب جدا في هذا، لضرب العلاقات المصريه صحيح. الايطاليه سياسيا. ونحن لدينا في مصر يعني الكثير من الباحثين والطلاب الأجانب، ويعيشون يعني بسلام وأمن، يعيشوا بيننا يعني الطلاب الأجانب من أي جنسية في العالم. مدينة البحوث الإسلامية، كل دول العالم موجودين. يعني ننعم بالحرية، ننعم بالأمن على الأقل الآمن، ولكن هذه القضية يكتنفها كثيرا من الغموض. لدى السلطات التحقيقات الكثير من الخيوط، ربما نصل إلى أحد هذه الخيوط إلى الحقيقة، لنقدمها على مائدة الجانب الإيطالي. نتمنى بالطبع ذلك قريبا. إلى الصفحة الثالثة ونقرأ هذا العنوان: العربي يطالب بمقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية. أستاذ محمد، يعني خلفية هذا الخبر وكيف تؤثر هذه المقاطعة أو تمثل ضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي؟ دي وسيلة، احنا قلنا المستوطنات الإسرائيلية. المستوطنات الإسرائيلية دي معناها أرض فلسطينية وبالتالي محتلة. إذا روجنا لهذه المنتجات، ده تأكيد على ان احنا خلاص هيبقى ثابتين في هذا المكان والاحتلال قائم. ده تأكيد على ان نرفض المستوطنات الفلسطينية واحتلال الارض الفلسطينية، وبالتالي المستوطنات الاسرائيلية ومنتجاتها مرفوضة من جانب دول الاسلام او الدول العربية اللي هي التابعة لجامعة الدول العربية. ده تأكيد على ان رفض العربي لاسرائيل بالنسبة للعالم، وتأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية مرفوضة شكلا وموضوعا من جانب الدول العربية. طب هل يمكن أن يمثل ذلك ضغط بالفعل تجاه إسرائيل وتغير من سياستها يعني التي تنتهي حقوق الفلسطينيين؟ وليست الضغط الرئيسي، أحد الضغوط على إسرائيل، وتأكيد للعالم أن الأرض الفلسطينية لابد أن ترجع لأصحابها الفلسطينيين. تمام. إلى الصفحة 11، وهذه المرة نقرأ هذا الخبر عن مجلس الأعمال المصري السعودي: عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الإسلامي: مصر تمتلك أفضل فرص استثمار في العالم. مجلس الأعمال المصري السعودي يؤسس 3 شركات لزيادة التبادل التجاري. أستاذ محمد، يعني طبعا هذا المجلس يعقد أيضا هذه الجلسات على هامش أو على ضوء زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر مؤخرا.
مؤخرا، والتي بالطبع كانت تشمل العديد من الاتفاقيات وتحديدا في المجال الاقتصادي، فما هي فرص الاستثمار المطروحة أمام هذا المجلس أيضا؟ أولا عايز أؤكد على شيء، أحد